مشاهدينا في كل مكان، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي. ها نحن نصل اليوم إلى آخر عدد من البرنامج لسنة 2016، عدد يفرض علينا التوقف والنظر في المرآة العاكسة لأهم ما حدث من تغيرات وتطورات اقتصادية تعرفها بلادنا في ظل أزمة مالية صعبة ونمو اقتصادي ناشئ يحتاج إلى نظرة استشرافية طويلة المدى وإلى موارد بشرية مكونة كفيلة بتطبيق الاستراتيجية المبنية على الحوكمة الاقتصادية. سنة تميزت باتخاذ العديد من القرارات الهامة، منها ما هو ذو طابع استعجالي كاسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية عن طريق الامتثال الطوعي أو القرض السندي، وقرارات أخرى متعلقة بدعم النمو من خلال نموذج اقتصادي جديد يبعدنا عن التبعية للمحروقات. وكان في أولويات ورقة طريق الحكومة الاهتمام بقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، وهو ما لمسناه من خلال المنتديات واللقاءات المستمرة طيلة هذه السنة للتحسيس بصعوبة الوضع المالي ولإبراز جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد البديل. كل هذه الإجراءات والخطوات تجسد تحت تعليمات والرقابة الشخصية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي عززها من خلال إقرارها في الدستور المعدل في السداسية الأول من السنة الجارية، حيث تضمن عديد المواد المتعلقة بتطوير المناخ الاقتصادي ودعمه. سنحاول في هذا العدد سرد أهم الأحداث الاقتصادية التي ميزت السنة ومحاولة معرفة مدى تطبيقها ميدانيا مع ضيوف توافدوا على بلاطو البرنامج طيلة هذه السنة من مسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين هنا في قصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث يستضيفنا المدير أو رئيس المدير العام السيد طيب زيتوني لإجراء هذا الحوار. شكرا السيد طيب زيتوني. وحيث أيضا جرت فعاليات معرض الإنتاج الوطني، ولأول مرة في هذا البلاتو يحضر معي طلبة جامعيون مختصون في الاقتصاد، في المالية، في المحاسبة. سيشاركونني اليوم في إدارة هذا البلاتو من خلال أسئلة سيطرحونها على الضيوف سواء كانوا مسؤولين أو حتى خبراء اقتصاديين. نبدأ الحوار إذن مباشرة ونحن هنا بقصر المعارض بالصنوبر البحري. لا يمكن أن نغفل أنه اليوم تم اختتام فعاليات صالون الإنتاج الوطني أو المعرض الإنتاج الوطني السيد طيب زيتوني، معرض ينظم كل سنة، لكن هذه السنة هناك ميزة خاصة. هل لنا أن نعرف اليوم ما هي ميزة هذا الصالون هذه السنة، وكيف تقيمون صالون هذه السنة؟ إقبال، إبرام اتفاقيات، تفضل. شكرا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لك على ضيافتنا السيد زيتوني. الطبعة 25 كباقي الطبعات التي مرت على المعرض الوطني أو المعرض الجزائر الدولي، اعتادت شركة لاسافاكس أنها تنظم هذه التظاهرات الاقتصادية، لكن هي في تطور مستمر، يعني نتيجة لتطور الاقتصاد والأزمات اللي مرت بها وحتى مختلف المراحل اللي مر بها الاقتصاد الوطني. الجزائر اليوم أو الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تواكب السياسة الجديدة للحكومة، فيها سياسة جديدة كنت تكلمت عليها في المقدمة، وهي النموذج الاقتصادي الجديد. هذا النموذج يعتمد بالدرجة الأولى على المنتوج الوطني والإنتاجية الجزائرية الخاصة بنا لاكتفائنا الذاتي وحتى تصديرها إلى الخارج. هذا المعرض الوطني هذه المرة جاء في خضم هذا التغيير وهذه النظرة الاستشرافية التي سطرتها الحكومة من أجل تنويع اقتصادنا الوطني والمرور وتفادي الأزمات اللي ممكن جات للجزائر من جراء
تهاوي سعر البترول. هذه الطبعة عرفت إقبال كبير، ورانا ماشيين شيئا فشيئا أننا نخصص الإنتاج الوطني باش يكون حقيقة إنتاج وطني. في الطبعات ممكن السابقة كان فيه خليط من الإنتاج الوطني الممزوج باستيراد بعض المواد الأولية، لكن احنا رانا ماشيين نوعا شيئا فشيئا إلى رفع نسبة الإدماج ويكون عندنا منتوج وطني حقيقي، سواء كانت عن طريق شراكة عن طريق تعاملات مع الأجانب، لكن يكون منتوج وطني جزائري خالص، منتوج بأيدي جزائرية عن طريق شراكات أو تعاملات اقتصادية. ما ميز هذه الطبعة؟ قلت هذه النوعية في المنتوج في حد ذاته، وكذلك نسبة العارضين. نظن باللي نسبة العارضين أصبحنا اليوم نشوف تخصصات كبيرة. سيفري مرينا بمراحل متعددة أننا قمنا بشراكات عن طريق 51-49% تطبيق كل الأسس والنظم الاقتصادية، حتى لحقنا حاليا اليوم إلى تخصصات متعددة، وفيه العديد من الشركات الجزائرية حاليا اللي تنتج منتوج وطني اللي عنده جودة عالية وقابل للتصدير، وحتى عندنا مصدرين. هذه الطبعة عرفت يعني بروز الكثير من المصدرين اللي اليوم في اختتام هذه الدورة شفنا أحسن عارض، شفنا أحسن مصدر، ونسبة الصادرات يعني اليوم اتفقنا مع الإخوان في جمعية المصدرين خاصة أنهم يعطونا قائمة المصدرين من الإخوة العارضين يعني اللي جاءوا المعرض لعددهم أكثر من 400 شركة ليهتموا بالتصدير. فكانت النسبة كبيرة والحمد لله، ما نقولش باللي رانا لحقنا المبتغى تاعنا، لكن هي انطلاقة نتمنى أن الشركة الجزائرية تفهم وتعي ما معنى هذا النموذج الاقتصادي الجديد وتنطلق. ما ميز كذلك إشراك الجيش الوطني الشعبي، مشاركة الجيش الوطني الشعبي اليوم في عرض منتوجات صناعية عسكرية تدخل في النمو الاقتصادي، شيء جديد بالنسبة لمعرض. والله أنا شخصيا كمسؤول في هذه الشركة أنني تفاجأت على أن المؤسسات الاقتصادية اللي تابعة للجيش الوطني الشعبي اليوم أصبحت تقدم وتساهم. احنا كنا نعرفوا بلي الجيش الوطني الشعبي يساهم فقط في امن الحدود واستقرار البلاد وامنها. اليوم حاليا شفنا مؤسسات اقتصاديه عديده ومتعدده، وهذا جاء كذلك من جراء لا بريفاتيزاسيون تاع لي زونتربريز، ان الارمي دخل بقوه في في الاستثمار الاقتصادي. وشفنا الواجهه لا فاسات سيفيل نتاع الارمي انه حاليا يساهم في الانتاج الوطني بمنتوج راقي ذا جوده عاليه، ويفكر في توزيع في التسويق حاليا طلبوا منا باش يمشيوا معنا الى اسواق في افريقيا باش يصدروا. تسويق وتصدير يعني، والتوجه الى التصدير. كي نقول التسويق معناتها التصدير الى الخارج، راهم يسوقوا فيها على مستوى النمر اللي راهو موجود في الجزائر اللي راهو معروض هنا، منتجات لو شونتي نافال اللي موجود، يعني لو شونتي ايريان اللي موجود، كل هذه الورشات اللي حلها في التكستيل في النسيج، كل هذه الورشات اللي حلها حاليا راهي موجهه الى الاستهلاك الداخلي والتسويق الداخلي. لكن طلبوا منا كذلك باش انهم يمشيوا بهذا المنتوج الى مختلف الاسواق العالميه لجوده المنتوج تخليهم باش انهم يكونوا في تنافسيه كبيره، ويقدروا هذا المنتوج يقدر يمشي الى مختلف الدول الافريقيه وحتى الاوروبيه. نعم السيد الالماس، الوجهه اليوم هي للاكتفاء محليا بالمنتوج الوطني، وكثر الحديث مؤخرا عن التصدير والذهاب إلى التصدير خاصة فيما يتعلق بالسوق الإفريقية. اليوم ما لمسناه من المعرض أن هناك عديد المؤسسات تريد تسويق منتوجها إلى السوق الإفريقية. ما تعليقكم السيد الالماس؟ شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نحييك ونحيي الحضور والطلبة والمشاهد. نعم شكرا. في الحقيقة الكلام كثر على التصدير. نعم. وهذا شيء جميل. ان شاء الله ما يكونش اني في دمود فقط، باسكو حنا تعودنا لما البترول ينزل نتكلموا على التصدير، لما يصعد ننساو التصدير. ان شاء الله يكون هذه تكون هذا النشاط تاع التصدير يؤخذ بعين الاعتبار. الاقتصادي تغير. نعم نعم ان شاء الله يؤخذ هذا النشاط تاع التصدير يؤخذ بعين الاعتبار في اولا على مستوى الدوله اللي دخلها في استراتيجيه تطوير الاقتصاد الوطني. نعم. وثانيا على مستوى المؤسسه اللي احنا نطلبوا على اصحاب المؤسسات باش يدمجوا هذا النشاط التصدير في الاستراتيجيه تاع المؤسسه لتطوير المؤسسه. هذا شيء مهم.
يعني حتى التصدير هو نشاط في حد ذاته السيد الماس، يعني نشاط اساسي، نشاط نعم. اساسي يعتمد، فهو فيزم تفهموا يعني شيء بان نشاط التصدير فهو محرك لنمو، نعم صحيح، موتور دو كروسونس، يعني العديد من البلدان يعتمدوا على هذا النشاط هذا من اجل تطوير الاقتصاد، ايضا جلب المداخيل، يعني مداخيل نعم. بالطبع. فاليوم يعني رانا نتكلموا على الابتعاد من الريع البترولي، نتكلموا على تنويع الاقتصاد، نتكلموا على التصدير الى اخره. شاهدنا يعني منذ اشهر نتكلموا على نموذج اقتصادي جديد، نعم جابه الوزير الاول الحالي. انا وللاسف انا مازال ما شفتش هذه الوثيقه، ولكن رانا نتكلموا على هذا النموذج هذا ليعتمد على التنويع الى اخره. الوثيقه كانت موجوده خلال الثلاثيه السيد والله، يعني انا اللي يعني شافها اللي شاف الوثيقه يعطيها لي، ولكن نموذج اقتصادي مبني على حركيه لا اقتصاديه، على تنوع اقتصادي جديد. علاش نقول لك يا ريت نشوفوا هذه الوثيقه باش نقيموا العمل الميداني، هذا مليح باش نقارنوا العمل والاجتهاد تاع الناس اللي تجتهد، وننصحوا الاشياء اللي ماهيش ناجحه، وبالتالي فيا ريت تكون وثيقه اللي نعتمد عليها باش نرفدوها، باش نساعدوا يعني نساعدوا كلنا من اجل ان انجاح هذا العمل هذا. كذلك شفنا يعني في هذا كما ذكرت بان التوجه الى السوق الافريقي، يعني انا من وجهه نظري ما كانش اولا سوق افريقي وسوق كل اسواق يا ريت نقتحموها، سوق اللي نقدروا يعني نمشيوا ليها ونقتحموها. نعم، ولكن اليوم انا واش نتاسف لما نسمع بان السوق الافريقي سوق سهله، لا ما كاش سوق سهله، لا لم نقل سوق سهله، قلنا لا سوق لا يعني لا في التصريحات الى اخره يقول لك هذا السوق الافريقيه سوق سهله، لا ما كاش سوق سهله وسوق صعبه. السوق الافريقيه فيها اقوى الاقتصاديات راهم تم، الصين راهي تم، فرنسا راهي تم، امريكا راهي تم، المانيا راهي تم، يعني لكن هناك تجارب جزائريه ناجحه في السوق الافريقيه، يعني نعم مشات التجارب. هذا اللي حبيت نقول يعني نعم. وفي نفس الوقت نشاهدوا بان في الساحل وفي بعض البلدان الافريقيه المنتوج الجزائري هو يدخل، اذا دخل يعني راه فرض نفسه، نعم وللاسف بطريقه يعني غير منظمه وغير رسميه، ولكن المنتوج الجزائري يسبورت بيان سور لي مارشي افريكان، دونك هذا شيء ايجابي. من هذا المنطلق كنت نود ان تكون انطلاقه في لا ريفليكسيون في التفكير، كيف نقوي التموقع تاع المنتوج الوطني اللي راه يصدر، وكيف نساعد المؤسسات اللي راهي تنتج وتروح الى التصدير، وكيف نساعد كذلك ونرافق المؤسسات اللي ما راهيش مستقره في مجال التصدير كذلك. المشكل تاعنا في العديد من المؤسسات تصدر اليوم ومن بعد ما سمعش بها منذ سنتين، ولا انا يا ريت وهذا اللي قلت لك انه التصدير مهنه في حد ذاتها، يعني الاكسبورتاسيون سيتاميتي مهنه، ولكن نزيد نضيف شيء، هذه المهنة تعتمد على الكفاءات وعلى الدراسات وعلى البرمجة وعلى التخطيط، وتعتمد كذلك على معايير يزم يعني اليوم ما ناش مجبرين أننا نطلب من المصنع هو اللي يصدر السيد نعم. الألماس شوفي في العديد هذه طرق ذهاب إلى التصدير، نعم خلق مؤسسات للتصدير، نعم بالفعل هناك طريقة مباشرة وين المنتج أو المصنع يروح بطريقة مباشرة إلى التصدير بقدراته الشخصية يعني الداخلية، هذه أمور صعبة شوية. نعم. وكاين مؤسسات وين ما عندهاش قدرات داخلية، وين الاكسترناليز سون لاك ديكسبورتاسيون عن طريق المؤسسات تاع التصدير تاع لي تريدر الى اخره، هذا معترف عليه دوليا، ولكن هذا السؤال هذا يعاود يولي كثير، يعني كثير من الناس تقول لي ما عندناش امكانيات باش نصدروا، يا هناك مؤسسات اللي مختصه في هذا المجال اللي نقدروا نعاونوها ونساعدوها باش يعني تروج للمنتوج الجزائري في الخارج وتصدر المنتوج الجزائري. وربما هذا ما وقع في قطاع الفلاحه السيد عماري، انه لاحظنا انتاج وفير هذه السنة وكان عندنا مشكل التصدير، هل اليوم هادو الفلاحين اللي ينتجوا في هذا المنتوج وجدوا طريق لولوج عالم التصدير سواء عن طريق مؤسسات أو هما يقوموا بحد ذاتهم في عملية التصدير؟ سيد عماري شكرا سيدتي على الاستضافة. لا شكرا على واجب سيد. في الحقيقة هو التصدير هو حديث الساعة، نعم.
ما يخفاكش في قطاع الفلاحة عنده تحديات كبرى، خاصة التحدي الأساسي هو الأمن الغذائي في البلاد لازم تعزيزه. والآن في حركية اللي تواكبها يعني السلطات العمومية، خاصة منذ بداية سنة 2016 يعني الثلاثي الأول كانت فيه حركية في التصدير اللي شاهدناها كامل، خاصة حول مادة البطاطا اللي خضات يعني سمعة لبس بها. في الحقيقة التصدير اللي كان جاري هو تصدير عن طريق الفائض اللي كان يعني حصلت عليه بفضل جهود يعني الفلاحين والمزارعين وبفضل التأطير تاع الدولة والإعانات اللي قدمتها. الآن أمور تبررت ويعني تحسنت أكثر باش يولي كما قال سيلا الماس مشروع التصدير هو يولي نظام ويولي فيه برمجة ودي كونترا وبروغرام. الآن في تحسن في هذه الأمور، ولاحظنا الآن فعالية مع المنتجين ومع المصدرين. ما يخفاكش نعطيك مثال، الآن حتى في البذور لما الناس تحوس تجيب البذور تاع البطاطا، تجيب البذور اللي نقدروا نصدروا للمنتوج نتاعها. هذا هو نعم. الآن عندنا سجلنا في بعض الطلبيات فيه بذور خاصة للتحويل وفيه بذور خاصة للتصدير، يعني هنا فيه يعني نضج وكان فيه استخلاص للدروس تاع الأمور اللي سايرة فيها، والأمور راهي تزيد يعني تتعزز أحسن وبفضل يعني إشراك المصدرين والفعاليات وتنظيم الفلاحين عن طريق تعاونيات لكوبيراتيف. يعني الآن أمور تبشر بالخير لأجل مواكبة هذه، وخلينا باش القطاع يشارك بصفة فعالة في تنويع الاقتصاد. هذا فيما يخص البطاطا، تكلمت على البطاطا، نتكلم لك على التمور، خاصة وأن شهدنا مؤخرا لقاء بسكرة فيما يتعلق بمعرض التمور. هل اليوم التمور ما تواجهش نفس الإشكال السيد عمار؟ يعني في عملية التصدير بالفعل كانت فيه يعني صالون دولي تاع التمور يعني اللي نظم مؤخرا تحت قام بافتتاحه معالي وزير الفلاحة في بسكرة مؤخرا. ونزيد لك يعني الفعالية الأخيرة هذه كانت في يعني مناسبة كبيرة، يعني هذا ما يعني ركز في السنة هذه هو توسيم المنتوج المواطن ولا لابيليزاسيون تاع برودوي تيروار. يعني الآن حتى في التمور الآن تمرت دقلة نور عندها لابيل تاعها، ويعني بفضل يعني المجهودات كانت منذ 6 أشهر وكانت فيه مناسبة لأجل انطلاقها الرسمي من هذا المكان، يعني في عن مكان تاع الغرفة الوطنية للفلاحة وين كان فيه يعني انطلاق مادتين ماذا بيا نوه بها، هي مادة التمور تاع طولقة وفيه مادة تاع التين المجفف تاع بني معوش. فيما يخص يعني تصدير تاع التمور، ما يخفاكش أن التمور يعني عنده حيز أساسي في التصدير تاع خارج المحروقات، خاصة المواد الغذائية. احنا معروفين عندنا مصدرين يعني ينشطوا ومتحكمين في الأسواق وعندهم يعني تجربة كبيرة. الآن جاري باش نحسن يعني التنظيم تاع المصدرين بالتنسيق مع المنتجين، لأن فيه هامش خاصة في التمور عندنا كمية الله يبارك الآن يعني نتكلم على 1,000,000 طن تاع منتوج من بينه يعني نصفه من دقلة نور اللي هي شائعة ومعروفة. الآن عندنا هامش باش نروحه بسرعة باش نقويه هذا المنتوج ونحسنه في الكميات. يعني مقارنة بالإنتاج قيمة التصدير ضئيلة جدا السيد عمار، يعني 40 مليون دولار بالفعل سنويا إذا كان بالكميات، يعني هذيك هي النسبة. عندنا 1,000,000 طن تاع التمور منتج سنويا من بينها حوالي 500,000 يعني من صنف تاع دقلة نور، ونصدروا حوالي 4% هذا 4%. هذا ما يدل ان فيه هامش كبير وهذا ما يبشر بالخير. يعني عندنا انجيزمو اللي لازم نشتغلوا فيه كمهنيين وكمؤطرين وكمكونين باش نحسن من القدرة تاعنا، لان عندنا يعني هل في امكانيه هذه السنه اننا نرفع قيمه نسبه التصدير فيما يتعلق بالتمور؟ يعني ما نبقاوش في 4% فقط من الإنتاج، يعني حسب ما شفناه يعني في الملتقيات وحسب يعني المنتجين والفاعلين في هذه الشعبة فيه الآن يعني إرادة وفيه يعني إمكانية يعني توسيع التصدير. ونزيد يعني نوه فيه يعني منتوجات في وسط الشعبة لي برودوي ديريفي في اكثر من 40 يعني مشتقات يعني المنتوجات هذه اللي هي ثانيك عندها فرصه للتصدير تاعها باقي باش تتنظم، وخاصه نحسنوا من طريقه يعني اللوجيستيك نتاعنا وتحسين توظيفها. يعني هذه كامل ترويج اللي لازم نشتغل عليه، وهذا ما هو جاري الان بالنسبه مع المهنيين تاع الشعبه لي بيرسبكتيف افاق 2017 سيد ولا غير افاق واعده يعني النسبه اللي نقدروا نلحقوا لها في تصدير
التومور يعني مثلا ما نقدرش نعطيك يعني نعم. معدل هكذاك، مي النسبه راح تفوق بكثير ما كنا نصدر عليه ان شاء الله. نعم السيد تلي، تسأل سيل الماس على النموذج الاقتصادي الجديد اللي انتهجته الحكومه، وانتم كنتوا حضرتوا للثلاثيه، هل لنا ان نعرف باختصار شديد يعني باش نفهموا سيل الماس اذا كان عندك معطيات سيد تلي على النموذج الاقتصادي الجديد؟ تفضل. شكرا على كل لستو الناطق تاع الحكومه. لا لانك حضرت في لاننا ناقشنا هذا الموضوع وكنت معايا في البلاطو السيد. نعم هو بالنسبه للنموذج الجديد اولا كانت الصحافه كله عنت نعم عليه نعم بعد ما ناقشناه السيد، وكان السيد رئيس الحكومه يعني قرا نعم كل الخطوط العريضه نعم لهذا النموذج. وانا سيل الماس يعني في الحقيقه بالعكس اول واحد يعني اللي يكون عنده هذه المعلومات هو احسن مني انا كعامل ما عنديش اهتمام به كثير الا في الجانب الاجتماعي الا الجانب الاجتماعي نعم. لكن انا كما نقول كما تكلموا الاخوان يعني في الحقيقه النموذج الجديد هو اول حاجه هو الذهاب من الريع الى الصناعه الجزائريه والى الزراعه الجزائريه والى السياحه الجزائريه. نعم يرتكز هذا النموذج الجديد على هذه الثلاث قطاعات. نعم صحيح. كل قطاع عنده برنامج كيف يتبدل، وهو اولا مساعده كل هذه القطاعات لتغيير التوجيهات نتاعها. احنا السياحه كل ما نعطوهاش قيمه خلاص ما عندها حتى قيمه. صحيح. كاين برنامج خاص بالسياحه. الفلاحه ايضا كان كنت تسمع في الاخ نصدروا 4% من المنتوج نتاعنا. رقم قليل كثير. بالبعيد. نعم صحيح. وكاين فيه برنامج فلاحي اولا يرتكز على المنتوج الوطني ثم على التصدير. حتى لان وقالها سيل الماس 60 سبيسياليزاسيون تري امبورطون بور ان بي. علاش؟ لاننا كنا نجيبوا لا دوفيز الا من البترول. صحيح. باش تتنوع اذا تذهب الى التصدير. وهذا من بين الاشياء يعني اللي في النموذج الجديد هو انتقال الاقتصاد اللي كنا مرتكزين عليه على البترول الى الاقتصاد المحلي والوطني، ويرتكز على ثلاث قطاعات الفلاحه السياحه والصناعه. نعم. انا يعني كيما نشوف هذو الاشياء الان راه كاين اشياء بدات في التطبيق. يعني سواء بالنسبه للصناعه يعني خاصه للفلاحة. بعد دسترت هذه المواد الاقتصاديه اليوم يعني شهدنا هذه السنه نعم دسترت مواد اقتصاديه من خلال تعديل الدستور في اول مره يقول. انه في نعم. الدستور الجزائري كاين خص قطاع الاقتصادي باهميه كبيره. نعم صحيح. وهذا يفتح مجال لكل الاقتصاديين، وانا كيما راني نشوف ان كل الاخوه يعني وكل في مجاله يعني يقدر يشوف التطور في على الاقل في الثلاث سنوات هذه. بينما بالنسبه احنا لينا كعمال كاين كلام اخر. شكرا. نعم. نعم سيد تلي، فقط فيما يتعلق بالجبهه الاجتماعيه لاحظنا انه رغم التوجه الاقتصادي الجديد الا ان الحكومه وقبل الحكومة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يؤكد على الإبقاء على المكتسبات الاجتماعية للمواطن، السكن، الصحة، التربية وكل ما له علاقة بالمواطن، يعني دعم المواد الأساسية وهذا ما ورد في قانون المالية كلها خطوط حمراء لا يجب أن نمس بالجبهة الاجتماعية. هو في الحقيقة قانون المالية اللي شفرك تيال موشون كوني بلك في هذا الأسبوع هذا القادم السيد رئيس الجمهورية نعم. يمضي على قانون المالية. لكن فيه تداعيات أخرى. نعم أن الطابع الاجتماعي يبقى. نعم. لكن التداعيات في الميدان احنا نشوفوا أشياء أخرى. لو مثلا نعطيك مثلا التغيرات اللي زادت في هذه الثلاث سنوات سويفون لوتيد اللي دارتها الاتحاد العام للعمال الجزائريين. نعم. يعني تشوفي تغيير جذري يعني دي زوغمونطاسيون يعني انكرويابل. وهذا مين جاي؟ وهذه ليست لها علاقه بقانون الماليه السيد. لا خاطي خاطي قانون الماليه، هذه جايه من بعض التصرفات. وهذه التصرفات ايضا كذلك على الدوله ان تتدخل وخاصه في مجال المراقبه. نعم. مجالات المراقبه بالنسبه لوزاره التجاره اللي حبينا صح بلي باش اقتصاد مفتوح وان القطاع الاجتماعي يعني المجال الاجتماعي يبقى محافظ عليه لازم لي مويان هيومان ماتريال بور لا ستركتور دو كونترول اللي توجد يعني في وزاره التجاره افيك سيت سيتياسيون
مينيستير ني با فير فاس امبوسيبل. دونك باش نحافظوا على هذه المجالات ونحافظوا على المجال الاجتماعي لازم يكون تغيير جذري في آليات الرقابة. سيد علوان يجب أن يكون هناك تغيير جذري في آليات الرقابة لكي لا ترتفع الأسعار لضمان الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، خاصة ونحن نعلم أن قانون المالية رغم الزيادات الطفيفة التي تضمنها إلا أنه لم يتضمن زيادات يعني كبيرة، وش نلاحظوا انعكاس يعني في السوق الوطنية هناك ارتفاعات محسوسة جدا في أسعار المواد الأساسية. تفضل. شكرا جزيلا على الاستضافة أولا. شكرا على وجودك. وتحية السلام للحضور الكريم وللمشاهد الكريم. بطبيعة الحال أنا أبدأ من نقطة حيث انتهى السيتلي. نعم. لما نقول أن الأسعار ارتفعت، أولا نطرح السؤال الأول، هل هناك آلة إنتاج في الجزائر 100% من سواعد الجزائريين؟ إذا كانت هذه الآلة، لأن الآن نتكلم على نموذج اقتصادي ربما هو تنويع الاقتصاد، ولكن قبلها كنا تحولنا من اقتصاد اشتراكي بذهنيات البايلك إلى ذهنية أخرى، وهي أننا نشمر على السواعد تاعنا وأننا ندخل إلى سوق المنافسة ويصبح اقتصاد رسمي. هذا الاقتصاد في المجال الفلاحي هناك إنتاج، هناك إنتاج، لكن الأسعار لا تعكس الإنتاج الموجود. خليني أقول لك ورد، لأن المشكلة الأساسية هو أننا نعيش في اقتصاد غير رسمي، الاقتصاد الغير مفوتر. لما نروح للفوترة نشوفوا باللي هذه المواد اللي هي مواد فلاحية بالدرجة الأولى واللي هي تغزو الأسواق المحلية بالدرجة الأولى هي غير مفوترة ومش ممكن نتحكموا في أسعارها لما ما تكونش ما نعرفوش المصدر تاعها، وهذاك الانترميديار اللي كاين 4 5 6 معناتها ما تحكمناش في السوق الأمامي والسوق الخلفي. السوق الأمامي اللي هو للمنتج والسوق الخلفي بالنسبة للمستهلك، كيف أننا نوصل هذه السلعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك إذا كان المنتج هو الجزائري والمستهلك هو الجزائري. جو بونس لانترميديار هذا اللي كاين 3 4 هامش الربح اللي يتعدى، احنا نعرفوا كاقتصاديين أن هامش الربح في كل المنتجات ما تعداش 20%. احنا نشوفوها في الجزائر أن الكو تاع المنتوج راح هامش الربح يتجاوزوا ب10 مرات. إذا بطبيعة الحال لما وزارة التجارة يعني إذا كانت وزارة التجارة عندها الإمكانيات أنها تراقب وتصبح هي تبحث على السعر التوازن الموجود في السوق اللي هو راح يحدد العرض والطلب بالنسبة للجزائري، إذا في خلال هذه الظروف هذه راح نتوصلوا إلى هذه الأسعار اللي تكون بيرتورباسيون في لي بري في لي مارشي. نعم. تكون ساعة تكون مرتفعة ساعة تكون منخفضة وإحنا ما نعرفوش ما نقدروش نتحكم يعني مؤخرا فيها في ارتفاع. سيد زبدي، هل المشكل هو في وزارة التجارة في آليات الرقابة؟ تفضل. المشكل أولا في الذهنيات أو في العقليات وكذلك في ميكانيزمات الرقابة. نعم. لما نشوفه يعني للأسف الشديد أنه لما نتحدثوا عن فائض إنتاج وبالمقابل ونتحدثوا أيضا عن التصدير، لأنه لما نصدر حاجة من المفروض أني كفيت السوق تاعي ونحضروا على التصدير وبالمقابل نشوفوا أسعار هذه المواد يعني مرتفعة. يعني أنا أتعجب صراحة، يعني الحمد لله عندنا ثروة فلاحية، ولكن تمر نشوفوا تمر الناس راهي تاكله غير في رمضان للأسف الشديد. ما لدينا من ميكانيزمات رقابة وللأسف الشديد الإشكال ما راهوش في المراقب في حد ذاته، ولكن في وضع آليات من خلالها يمكن تهميش كما ذكر الأخ تهميش أو تسقيف يعني هامش الربح، لأنه ذهنية تاع الناس وللأسف الشديد بعض التجار سواء كانوا جملة أو المونداتير ولا نهضروا غير المجال الفلاحي. نعم. بالنسبة له قال اليوم السوق طاحت شتاء ما كانش. نعم. طلع رغم أنه الوفرة مازال، ولكن العامل ما قدرش يدخل بليبوط يعني. نعم. للفلاحة باش يخرج ذلك المحصول. أصبحت عقليات سيدة. أصبحت عقليات وللأسف الشديد هذه العقليات لا يمكن مراقبتها، ولكن لابد من وضع ضوابط يعني حتى ولو أنها لا تتماشى مع مفهوم قانون السوق الحر، لأنه قانون السوق الحر يمشي معاه ما يسمى بلا كونكورونس يعني المنافسة، ولكن للأسف الشديد بعض المجالات ما فيهاش منافسة، وعليه نرى وطلبنا عدة مرات من جعل ضوابط. هذه الضوابط من خلال أولا العمل بالفوترة أو العمل بالنسبة للوصل حتى
من لدن الفلاح، والآليات هذه راهي موجودة قانونا يعني، واستبشرنا خيرا أنه العاصمة راح تبدأ بهذا الميكانيزمات هذه يعني من خلال إصدار سيد يعني مدير تجارة لأمرية بهذا المجال. نحن نتمنى أن يتم تعميم هذا الأمر على جميع التراب الوطني. ألا تظنون أنه يجب المرور إلى سياسة الردع سيد زبدي؟ بطبيعة الحال أنا قلت لك لا بد، ما يشفى لأنه إنسان لما يجي ويدي هامش ربح مثلا مبالغ فيه، أولا لابد أن أدرك هذا الشخص وأن أعرفه باش نقول له أنت راك ديت كما قال لك الأخ أكثر من 20% مثلا، ولكن الميكانيزمات الموجودة حاليا ما تسمحليش أني نعرف الشخص المضارب، الشخص اللي كرجو كبيرة من خلال غياب الفوترة وغياب الوصول. التخوف الوحيد اللي لقيناه هما أنه الفلاح يقول لك يا ولدي أنت راح نخدم بالوصل راح ذوك تجيني ضرائب، وهنا لابد أن نعمل جميعا على طمأنة الفلاح ونقول له يا أخي الكريم هذا الوصل راه ضمان لك أنت وضمان المستهلك. لأنه سيد زبدي يعني كنا تناولنا هذا الموضوع مؤخرا في البلاطو، كان معنا سي علوان وكانت معنا ممثلة وزارة التجارة، ونلقينا أن هناك حلقات كثيرة تدخل في سلسلة المراقبة ما تؤثر على المراقبة في حد ذاتها، يعني يا بلوزيغ فاكتور بور لو كونترول، وإن الحق ما نقدروش نكونتروليه. السيد زبدي بطبيعة الحال شوفي نحن لما نشوفوا العدد مراقبين عوان الرقابة راهم أكثر من 10,000 يعني مراقب، بالنسبة للعدد التجار المصرحين فقط يعني راهم يتعداو يعني حتى الاجراءات، لا اتكلم على اعوان الرقابه، حتى الاجراءات انه من الدي سي بي وتروح الوالي ولازم يمضي هذه الاجراءات الثقيله هي اللي تاثر السيد زبدي يعني اجراء ثقيله، واحيانا حتى الردع يقع على التاجر بعد شهرين من الاجراءات يعني التاجر هذاك على باله بلي راح يتعاقب بعد شهرين، في هذوك الشهرين يدير العجب والعجاب يعني كاين اجراء ثقيله لابد من اعاده النظر فيها، واذا كان لابد من تحيين القوانين فلا بد ان نقوم بتحيين هذه القوانين، لانه وللاسف الشديد هضرنا على سنه 2016 لازم نقولوا باللي سنه 2016 عرفت عده هزات اجتماعيه، عرفت تذبذب في كثير من المواد الاستهلاكيه وارتفاع غير مبرر. تذبذب لا هي موجوده متوفره، لا لكن تذبذب في الاسعار، في الاسعار تذبذب في الاسعار يعني لما السعر يتضاعف بين عشيه وضحاها، صحيح. لما يعني الاسعار بعض المواد يعني المنتج محليا يعني نتعجبوا كيف الاخ قال لك تضاعف، نعطيك واحد الماده يعني تضاعفت بين الفلاح الى المستهلك ب 800% 800% ماهيش قال 20% ولا 800%. اذا لابد من وضع ضوابط واليات يمكن من خلالها حمايه المستهلك، ولا سيما اننا مقبلون على 2017 وقانون الماليه الجديد، قانون الماليه الجديد اللي الناس بدات تطبق فيه في 2016 وهو مسوده، فما بالك ب 2017 يطبق فيه زيادات غير وارده في قانون الماليه يعني طبقوه. لا لم يطبقوا قانون الماليه، تجار في ذهنيتهم اللي قلت لك مشكل عقليات، مشكل ما هو مطبق اليوم غير وارد في قانون الماليه الجديد. السيد زبدي طبقوه ميدانيا باضعاف مضاعفه، وللاسف الشديد السيد زبدي كنا تناولنا هذا الموضوع وكنا تناولنا عده مواضيع اخرى طيله هذه السنه، رافقنا كل النشاطات الاقتصادية طيلة السنة وكبنا الأحداث، نستعرض سويا مقتطفات من البرنامج طيلة سنة 2016 ونعود بعد ذلك لنستكمل النقاش. ها هو مشروع المدينة الجديدة العصرية سيدي عبد الله، ها هو اليوم يرى النور ويدشن من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام. المدينة هذه إن شاء الله أول مدينة تبنيها الجزائر المستقلة، واللي كان لها الشرف أن دشنت من طرف فخامة الرئيس، وتكون مدينة مكتمله. شكرا الرئيس اللي عطانا ان شاء الله، فرح وليداتنا. انا فرحانين اليوم انه تحصلنا على هذا السكن ترقاوي بعد اعوام من الانتظار، ولكن الحمد لله. الجزائر لازالت تقاوم من الجانب الاقتصادي والاجتماعي رغم تراجع مداخلها البتروليه منذ تقريبا اكثر من سنتين ونصف،
وتبذل الجهد للحفاظ على مؤشرات اقتصاديتها. السيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية قال أعطونا إجراءات استعجالية وفورية. ما تنظروش بزاف. صحيح. ندخلوا في النظري وفي الفلسفي وكل شيء. إذن خرجنا بالإجراءات خاصة فيما يتعلق ب توفير العقار. كان ولا الوالي هو اللي قرر وهو المقرر حاليا على مستوى الإقليم نتاعو، حتى بالنسبة لإنشاء المناطق الحرة مستقبلا يكون فيها بعض الاقتراحات بالنسبة للحكومة. فيه قوانين اللي تجبر الفلاحين أو الملاكين لهذه الأراضي باش يستغلوا هذه الأراضي تاعهم، ما عندهمش حق ولو كان هو الملاك، ماشي يعني ملك للدولة، ما عندوش حق يخليها باش بور. يخليها بور ويخليها غير مستغلة، لأن الثروة الأرضية هي ملك الجميع. لكن بالنسبة للحكومة خسارة كبيرة، يعني على مدى متوسط، على مدى متوسط يعني تكون عبء كبير، لأن احنا كنا نتمنى أن هذا القرض السنوي يستقطب هذه الأموال لموجودة خارج النظام المصرفي، هكذا كنا خلوهم في البنوك الدراهم أحسن، والحكومة تروح تدي قرض من عند البنوك، القانون ما يمنعش، وتدفع 3% ولا 3.5% خير من 6%. لازم نعطيو إنيماج أوتخ de l'administration fiscale باش تخليو هذاك المكلف الضريبه المتعامل يتقرب على يتقرب، يعني كيف يتقرب؟ حتى بصفه يعني الكترونيه، ما يتقربش يعني فيزيكمون. نعم. ما هذاك ما لازمش نكون عندنا يعني علاقه، العلاقه تاعنا يعني هي تكون الكترونيه. معروفه المشاكل، معروف هو المطلوب يعني في الميديكامون. انا حضرت في سان جورج واحد يا 4 ولا 5 دو سلا، درنا واحد الاجتماع وين لي برودكتور دو ميديكامون يطرحوا نفس المشاكل اللي يطرحها اليوم يا 5 دو سلا. صحيح. ما افونسي درك تقولي لي اللي جا هاو الوزير يروح يجي وزير واحد اخر قال لك نو يذم ها هو هذاك ما يعرفش يذم نعاودوا كذلك اللي جا واحد اخر اون كولور استقرار. وجه الطلب تاع السيد الوزير الاول عبد الملك سلال، تفضل نقول له باش يدير متابعه للقرارات اللي اتخذهم يعني في مجال في يعني في يعني على جال البيروقراطيه، يعني خاطر مازال هناك يعني ادارات واداره، هناك مازال هناك مسؤولين يعني كي تتخليه يقول لك شكون بعثك، يعني انا صحيح. نجي مستثمر وباش نخلق ثروه ونخلق مناصب شغل في ولايه من الولايات، وكي ندخل لعندك تقول لي شكون بعثك، يعني والله صافي مالوكير. يعني اتصل بك الوالي و اتصلت بي الاداره وعلموك انه مباشره بعد التقاء الوزير الاول تم التوقيع على لاغريمون تاعك السيد، لانه منذ 2004 وهذا العقد الامتياز كان كنا نعاني منه. سنتطرق الى المشاكل البيروقراطيه. السيد علوان باختصار، الوزير الاول يتكلم في التلفزيون، الوالي يطبق، لماذا ينتظر الوالي حتى يتكلم الوزير الاول؟ السيد علوان، المرأة الجزائرية ماهيش قادرة باش تجاوب على لو كود دي مارشي كيما راه محطوط تطبيقيا وليس قانونيا، باش نكون واضحة في أموري. لذلك نطلب ونتوجه إلى رئيس الجمهورية اللي هو اللي حمانا دائما وهو اللي دافع علينا، نتوجه إلى الوزير الأول باش يكون عندنا 30% يخي داروها لونسيج 25%. علاش ما ديروش أنت راكم صباح وعشية والخطابات المقاولاتية والمقاولاتية المرأة المقاولة. يا اخي اعطيني اقل شيء، شاك سيكتور بوبليك، شاك سيكتور اللي عنده ان كوموند يوظب 30% للمراه المقاولاتيه. تصريح بكل شخص يتولى وظيفه ساميه. الان الشيء الجديد في الدستور موجوده لكنها لا تطبق، لا تلزم. الشيء الجديد يقول لك سواء تتولى وظيفه او عهده، يعني العهدة على البرلمان والوظيفة مع السلطة التنفيذية. أي شخص يتولى وظيفة عامة أو سامية في الدولة لابد عليه أن يصرح بممتلكاته قبل وبعد الانتهاء من المهمة، لأن هنا كاين ناس نشوفهم بزاف أنه يدخل تلقى واحد كان معلم يطلع رئيس بلدية ويدير أوتيل ويدير حمام ولا يخير. نبداو المسؤولين الكبار ونهبطوا. اذا ترون انه يجب إذا لاحظنا انه هناك ثراء فاحش غير مبرر انه تسحب هذه الممتلكات من اصحابها؟ اكيد، لأن غير شرعي. لما ديوان مكافحه الفساد، لما المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كل الازمات اللي مرت بهم من سوناطراك واحد سوناطراك اثنين للخليفه، ما كانش عنده يد لا من بعيد لا من قريب، ديكلونشات الحكايه من جهات واحده اخرى. هذه المجالس
تفعيلها في الدستور الجديد وايضاحها السليكتور تاعها تكون واضحه سلطتها تكون واضحه ولتما رايحين نغيروا الذهنيات ورايحين يصبح هذا اللي يجي المسؤوليه يصبح يخاف على روحه لان اليوم يحط على وليده على ولد عمه على كذا وكانه تهريج تهريج بطريقه اخرى سي لاجيتاسيون على اولاده على زوجته على زوجته على ولد عمه على كذا اذا هذه نعود نرجعوا كامل لاحترام ما موجود في هذه المواد وتبدا من المسؤولين اللي وضعوا هذه الوثيقه الاولى وبعدين الشعب الجزائري ممكن انه يتقبل ويحترم ما موجود في هذه الوثيقه. حبيت نقول كلمه ان الحصه هذه راح تشهد عليكم وعلى التلفزه الجزائريه شكرا انها بثت احسن حصه للمواطن الجزائري وكذلك أنها أعطت كل ما يجب أن يعطى من طرف الدولة إلى المواطن. شكرا على هذا. إذن نعود إلى البلاتو ونقف عند بعض النقاط وبعض المشاركين الذين حضروا معي البلاتو خلال هذا الموسم. نبدأ مع ممثل الضرائب السيد بن علي. عدة مشاريع تم طرحها خلال هذه السنة تتعلق بالضرائب. أولا التحصيل الضريبي فيما يتعلق بالجباية العادية خاصة ونحن نعرف أزمة مالية خانقة. ثانيا فيما يتعلق بالامتثال الطوعي. هل لنا أن نعرف أين وصلت العمليتين السيد؟ شكرا. أولا شكرك على الدعوة. لا شكرا على بالنسبة للمداخيل الجباية العادية نقول بأنه بالنسبة لسنة 2016 ونظرا للأزمة كما أسلفتي اللي تمثل في انخفاض أسعار البترول واللي عنده أثر مباشر على مداخيل الجباية البترولية بحيث نذكر فقط بأنه في سنة 2012 كان سعر المرجعي البترول هو في حدود 112 دولار حاليا نجم نقول راهو في حدود 50 دولار. هذا ما منعش إدارة الضرائب باش تحسن التحصيل الضريبي كما أسلفت للمرة الأولى. وفي سنة 2016 مداخيل الجباية العادية تشكل قرابة ضعف مداخيل الجباية البترولية بحيث سوف نصل إلى حدود 3000 مليار دينار جزائري مع نهاية السنة في حين أن مداخيل الجباية البترولية تكون في حدود 1700 مليار دينار جزائري أي هناك نسبة نمو تقدر ب 11% مقارنة بسنة 2015. هذا من جهة. نعم. هل يمكن ذلك سيد بن علي في ظل خفض الاستيراد يعني نعم. ونحن نعلم أن الجباية العادية معظمها تجي من الموانئ يعني. نعم هذه أرقام حقيقية. نعم. أرقام هو يعني الميكانيزمات الميكانيزمات هو الأداء الضريبي أصبح أحسن. تدخلات إدارة الضرائب أيضا تحسنت. وحتى بالنسبة لما نقول حسنا المداخيل الجبائية فيعني أيضا أن حتى بالنسبة للخدمات اللي نمنحها لفائدة المكلفين بالضريبة تحسنت أيضا مقارنة بالسنوات الماضية بحيث آخر خدمة قدمناها هي كانت في يوم أخيرا في 18 ديسمبر بحيث نظمنا حفل انطلاق لأول مرة في الجزائر ما يعرف بالإجراء الإلكتروني بحيث أن الشركات اللي تابعة لمديرية كبريات المؤسسات يمكن لها ابتداء من هذا الشهر باش تعود تصرح وتدفع الضرائب عن طريق الانترنت أي بدون حاجة إلى التنقل إلى مصالح الضرائب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لما نقول
مداخيل الجبايه العاديه. هذه هي الاستراتيجيه الجديده للدوله. نعم. بحيث ان الجبايه البتروليه نظر لانها تعتمد على مداخيل النفط يعني اسعار البترول، هنا اصبحت هي البديل الاول بالنسبه لميزانيه الدوله. ولازم يجي السنة كما سي الماس في من قبل قال لازم يجي نهار وين ما نعتمدش اصلا على الجبال البتروليه كما تفعل بعض الدول الاوروبيه. مثلا فنلندا عندها مداخيل جبال البتروليه كبيره جدا لكن لا تعتمد عليها بالنسبه لتمويل الاقتصاد. فيما يتعلق بالامتثال الطوعي، بالنسبه للامتثال الطوعي هذه العمليه كان نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المادة 43 منه. وهذه العملية تنتهي يوم 31 ديسمبر 2016. وقانون المالية أو مشروع قانون المالية لسنة 2017 نص على تمديد هذا العملية إلى غاية 31 ديسمبر 2017. يعني سنة إضافية. هناك نعم هناك عملية أخرى تتمثل في ما يعرف لومبرا إيكونوميك، القرض السندي. نعم. أو القرض الوطني. وهذه العملية حققت نجاح كبير بحيث الأرقام تصل إلى 600 مليار دينار جزائري من حيث هذا القرض. وهذه يمول المشاريع الاستثمارية لأن نعرف أن حتى قانون المالية لسنة 2017 ينص أيضا على التسيير العقلاني والحذر للنفقات العمومية. نعم. لأن نعرف بأن المشاريع اللي عرفت بداية تطبيق سوف تكون تمول بالنسبة لسنة 2017. أما وكذلك حتى بالنسبة للمشاريع اللي يكون عندها أهمية من ناحية الاقتصادية والاجتماعية من حيث خلق الثروة خلق مناصب العمل هذه أيضا تمول دائما. أما بالنسبة للمداخيل الجباية العادية فهناك لابد من رفع من مستواها من حيث التحصيل. نعم. هذا وهو معول عليها كثير السيد. نعم. مع العلم أن حتى قانون المالية لسنة 2016 وفي إطار هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة هو أنها تمنح امتيازات جبائية كبيرة لفائدة المؤسسات اللي تنتج في الوطن. أي وهذا بدينا نعرفه في سنة 2015 بحيث كاين 13 فرع. نعم. اقتصادي حتى بالنسبة للقانون الاستثمار الجديد وهذا شيء هام هو أنه منح امتيازات. نعم. كبيرة جدا لفائدة المستثمرين. هذه الامتيازات أيضا مست ثلاث قطاعات كما أسلف، هي قطاع الصناعة قطاع السياحة والقطاع الزراعي. نعم. هذا يدل بأن هناك تحفيز استراتيجية للقطاع البديل تشجيع الاستثمار. نعم. في الجزائر نشوفوا مدى تجسيد واش تكلمنا عليه السيد نسيب، كنت معايا في البرنامج خلال معرض السياحة والأسفار السنة الماضية وكان وقعت لك حادثة أنه تحصلتوا على عقد الامتياز بمجرد مرور الوزير الأول عبد الملك سلال على جناحكم، أين تم وبسرعة منحكم عقد الامتياز؟ هل اليوم العملية متواصلة؟ تحصلتوا على الوثائق المرفقة من رخص بناء من وثائق أم الأمور حبست عند عقد الامتياز؟ تفضل السيد نسيب. نشكرك على الدعوة والاستضافة وسلامي الحار إلى كل الجزائريين وإن شاء الله نبدأ عام سعيد إن شاء الله يجينا بالفرح والسعادة إن شاء الله. أولا أريد أن أشكر الوزير الأول والحكومة الجزائرية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. نعم. على الدعم اللي قدموه للمستثمر الجزائري. أنا كمستثمر جزائري اختصاص سياحة وفندقة وخدماتية. نعم. حنايا بتدخل الوزير الأول مشكور فعلا 10 سنوات الحمد لله الآن الأمور في تقدم مع الشكر الجزيل كذلك لوالي ولاية بسكرة الجديد الذي دعم في السياحة. أين وصل المشروع اليوم؟ المشروع الآن أراه في تقدم إن شاء الله عن قريب وزير السياحة إن شاء الله راح يحط الحجر الأساسي بالنسبة للمجمع بالنسبة للقرية السياحية لا سابلو تيغابي بولاية بسكرة وهذا مشروع كبير. نعم. وهذا المشروع راح يخلي الاستثمار كذلك في ولاية بسكرة وفي الجزائر وواحد من في إفريقيا لأنه يداوي بالرمال
الحماويه. نعم. وراح انطلقتوا في المشروع راه اليوم يجسد ام ليس احنا بعد؟ احنا في نهايه الحصول على لي بيرمي كوندو لي بيرمي دو كونستروير. دونك المجمع فيه ربعه كات بروجي. لو كومبلكس فيه كات بروجي والحمد لله قلت لك مع الوالي ولايه بسكره المشكور اللي راهو قدم يد المساعده ان شاء الله ربما حسب المعلوماتيه اللي عندي يكونوا لي بيرميت كونسولين موجودين هذا الاسبوع ان شاء الله وراح ننطلق ان شاء الله مباشره في الاشغال 2017. نتمنى ذلك سيد نسيب. سيد زبير في هذا المجال دعم الاستثمار السياحي من اهم البدائل التي عول عليها باختصار هل اليوم هناك استراتيجيه وش سمعنا السي نسيب يتحصل على لاغريمون من الوزاره يلحق الولايه يصرالو عراقيل هل اليوم كاين تنسيق بين مختلف يعني بين الوزاره والمس على المستوى المحلي خاصه لانه عقود الامتياز تمنح على المستوى المحلي. أولا قبل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أن هناك استراتيجية في قطاع السياحة خاصة من أصبح هذا القطاع من بين القطاعات الحساسة والمهمة في اقتصاد يعني الخروج يعني من المحروقات. وما يخفيكمش بلي أن الاستراتيجية التنمية وتطوير قطاع السياحة ترتكز على عدة مؤشرات إيجابية من بينها تشجيع الاستثمار السياحي عن طريق تثمين العقار السياحي المصنف المتواجد على مستوى الولايات، كذلك تنويع العرض السياحي وكذلك يعني تشجيع وتنمية السوق الداخلية لأننا نرتكز الآن على السوق الداخلية عن طريق تنويع أنماط سياحية كالسياحة الساحلية والسياحة يعني الحمامات المعدنية والسياحة الصحراوية وكذلك الولوج إلى السوق الدولية عن طريق منتو السياحي لما يكونش في السوق الدوليه كمثال كالمنتوج الصحراوي. نعم. في اطار الاستثمار السياحي فان الدوله والحكومه عن طريق القوانين الماليه اللي فاتوا يعني اعطت تحفيزات يعني كل قانون مالي يجيب تحفيزات وكذلك يعني اطار مرافقتي لهذا الاستثمار مما جعلوا من بين يعني لاحظنا بلي ان من سنه الى اخرى هناك يعني مؤشرات ايجابيه. ناخذ مثال ما بين 2015 و2016 سجلنا اكثر من 330 مشروع سياحي جديد تم اعتماده. كذلك تم انشاء اكثر من 20 منطقه توسع سياحي جديده التي تضاف الى يعني العقار السياحي المصنف يعني ب 205 منطقة توسع سياحي الآن أصبح أكثر من 225. أن كذلك يعني دراسات اللقاء الأخير ما بين الحكومة والسادة الولات كانت هناك يعني تعليمات وتوجيهات للولات من أجل يعني البدء في أولا تهيئة المناطق التوسع السياحي كذلك تقسيم هذه المناطق التوسع السياحي لعدد طلبات لأننا نسجل عدد كبير من الطلبات على مستوى الولايات. هل اليوم لاغريمون اللي مدوا الوزير سيد زبير هل لاغريمون il fait foi au niveau local يعني على المستوى المحلي أنه يمنح مباشرة عقد الامتياز يعني للمستفيد؟ يعني الموافقة على المخططات الفندقية تفتح الباب لأربع أولا هو يعني رخصة البناء يطلبوه ثاني كذلك في السجل التجاري كذلك يطلبوه في لندن من أجل الاستفادة من الامتيازات وكذلك يطلبوه على المؤسسات البنكية من أجل الاستفادة من القروض البنكية. يعني هذا اللي يعني لاغريمون كما يعني يقولوه يعني ليزانفستيسور عنده يعني عنده حقه لمستوى الولايه وحنا الحمد لله رانا نفوتوا يعني مشاريع سياحيه يعني ان باش نسهلوا الامور انا نفوتوا غير بالقرار التخصيص الذي مدوا سيد الوالي على مستوى الولايه باش نسهلوا الامور للمستثمر ومن بعد يجيب لنا عقد الامتياز اللي يكون يعني مشار على مستوى المحافظه العقاريه. لكن ما يخفاكمش بلي سيدتي الكريمه ان السياحه هي سلسله سياحيه وكل حلقه عندها دور يعني كل القطاعات معنيه اشغال عموميه والبيئه وغير ذلك. لكن لازم يكون انخراط الذهنيات هالذهنيات تكون ثقافه سياحيه تكون هذا هو الاشكال تكون يعني ارساء ثقافه سياحيه لدى المستثمر تكون عنده ثقافه الاستثمار وكذلك ارساء ثقافه سياحيه لدى المواطن وخاصه لدى المتعامل الاقتصادي اللي احنا عندنا وكالات السياحه والاسفار واصحاب الفنادق باش يشاركونا لان الدوله وضعت ميكانيزمات وضعت اطر مرافقاتيه وضعت يعني كل التسهيلات لازم نحطوا اليد في اليد من اجل جعل من هذه الوجهه السياحيه وجهه الجزائر تكون لها مكانه في السوق الجهويه وخاصه في السوق الدوليه. نعم. سيد عبد السلام كنت حاضر معايا سنه بدايه هذا الموسم في سبتمبر
وكنت تكلمت لي على بعض المشاكل البيروقراطية المتعلقة بعرقلة نوعا ما استثماراتكم. هل اليوم تواجهون نفس الوضع السيد أم هناك حلحلة نوعا ما في مشاريعكم؟ تفضل. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بدور الضيوف الكرام. نعم تفضل. نقول لكم السلام عليكم أزول في اللون. يعني والله لما نتكلموا ما نتكلموش على عبد السلام كمستثمر. نعم. احنا لازم نتكلموا على مناخ الاستثمار في الجزائر. نعم. انا والله يعني نحير لما نتكلموا على مشكل الاستثمار في بلاد اسمها الجزائر، بلاد عظيمه يعني مختلف تضاريسها ومختلف. نعم. يعني المناخ اللي عندها وكل شيء. احنا نهضر المحروقات يعني احنا المشكل في الجزائر هو مش انا نركز على مشكلين يعني. هناك مشكل ذهنيات ومشكل بيروقراطيه. نعم. لا تسهيلات يعني. الذهنيات احنا نبداو بروحتنا كمستثمرين شباب، او اسمحوا لي باش نهضر انا على روحي كشاب يعني. تفضل. يعني احنا الجزائريين مازال عندنا ثقافه المستهلك. عقليه المستهلك، ما حبيناش نرسخوا في اذهاننا ان نقدر نكونوا منتجين ونكونوا مصنعين ونخلقوا ثروه ونخلقوا مناصب شغل يعني. احنا الجزائريين كنا عندنا كل المؤهلات على الدوله ان يعني توفر المناخ المناسب للاستثمار. احنا لما شفنا النموذج الاقتصادي الجديد في البلاد من يعني في فتره وجيزه حصلت هناك يعني تطورات هامه يعني. نعم. وصل يعني الرساله وصلت للمسؤولين. احنا لما درنا تكلمنا في عدد البلاطوهات على المشاكل البيروقراطيه يعني اتصلوا بنا المسؤولين وحطينا بتحرك. انت طلبت باش تكون اذان صاغيه، هل هناك اذان صاغيه اليوم لامثالك يعني ليك انت كشاب ولامثالك؟ والله على هذا الاساس احنا خلقنا في الديراليه المقاولين الشباب في الدراوة. نعم. اللي تاسست في 17 ديسمبر اللي فات يعني. نعم. على اساس انها تكون المحامي للمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة لأن هي اللي تعاني. نعطيك أبسط مثال يعني النشاط الأولي لما تقربنا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على رأسها السيد مراد الزمالي حظينا بترحاب وأعطانا الموافقة على أنه يكون إعادة الجدولة بالنسبة للمستثمرين ونحيو يعني الدعاوى القضائية بالنسبة للمستثمر اللي ما قدرش يعني يمشي في المشروع تاعه واللي تعثر واللي تسبب وتعثر تاعه تسبب يعني مشكل بيروقراطي يعني. دونك الحمد لله اليوم رانا نسعى ونمشيو بشويه بشويه يظهر لأن الجزائر ان شاء الله لو كان يعني تكون الاراده القويه وتتغير الذهنيات سواء من جانب المستثمر ومن جانب الاداري يعني الجزائر عندها كل المؤهلات باش تكون يعني من اقوى المصنعين في العالم ان شاء الله. تكلمت على السيد زمالي، تكلمت على اللونساج، معنا السيد عاشق شوقي يوسف يكلمنا اليوم على كازنوس الحصيله اليوم فيما يتعلق بما شفنا نشاط مكثف على مستوى لاكازنوس هذه السنة. هل لنا أن نعرف أين وصلتم اليوم سيد عاشق؟ تفضل. شكرا. بالنسبة للدهنيات كان يتكلم عن الدهنيات حقيقة تبدلوا بعض الدهنيات. نعم. كنا نعرفوا بثقافة الضمان الاجتماعي ما كانش كاينة حتى عند الفلاحين. ولكن شوفوا بلي حاليا الثقافة هذه بدأت تدخل، ولكن الثقافة باه تدخل ولا كل شيء باه يعني يوصل وباش نغيروا لازم يكون تواصل. نعم. لازم تكون لا كومونيكاسيون، لازم يكون الفهم، لازم يكون الترويج. يعني لازم الجزائري يعرف واش يدور به واش هو الشيء اللي يتقدم له. احنا شفنا على مستوى الضمان الاجتماعي للاجراء هذه الطريقه المنهجيه اللي مشينا بها الحمد لله. لما نشوف اليوم بلي المؤشرات تاع الضمان الاجتماعي غير اجراء مؤشرات كامله خضراء يعني هناك اقبال كبير. هناك اقبال وشفنا باللي لو كان جا كثير يعني جاو تحفيزات جا شيء جديد يعني نشوفوا في اعاده الهيكله ولا نشوفوا بالنسبه يعني لو نوفو ديكري يعني المرسوم الجديد اللي ساهل شيء كثير. ولكن جاء ايضا التسهيلات الكبيره اللي جات من الحكومه اللي جات خاصه بالنسبه للقانون المالي التكميلي اللي من تحفيزات كبيره كل انسان اللي ما قدمش اشتراكات في السنوات الماضيه ونعرفوا الناس ما كانوش عندهم هذه الذهنيات لما يجي باش يقدم الاشتراك نتاعو قول له عندك لي بيناليتي دو غوتار عندك ضريبه التاخر لازم تقدمها. اذا التحفيزات هذو اللي جاو واش هما ايضا جاو يقدم الاشتراكات تاع السنه هذه. نعم. ونديروا له اعاده جدوله بكل التسهيلات اللي وتلغى مباشره كل يعني ضريبه التاخر هذه من التسهيلات. ولما الناس فهموا يعني لي ريزولتا صلا يعني نشوفوا بلي كان مكتسبات كبيره. لو كان نقارن بالنسبه يعني لو كان نقارن الفتره هذه بالفتره اللي جات اللي ما كانش فيها يعني القانون المالي التكميلي هذا دونك لا لو فيونس كومبليمونتير اللي جاب التسهيلات هذه شوف عندنا اكثر من 90% يعني المداخل الماليه اللي زادت.
نشوفوا بلي كاين اكثر من 60% تاع الناس اللي جاوا قدموا الاشتراكات تاعهم. لو كان نشوف في 2013 2014 كانوا الا 55000 اللي كانوا يقدموا الاشتراكات. اليوم انا راه قريب مليون اللي جاوا قدموا الاشتراكات، يعني قريب اوني براتيكمون دوبل. يعني هذا يدل باللي لازم يكون تواصل باش يتبدل الذهنيات. لازم ثاني نكونوا يعني مباشره مع المواطنين باش نفهموهم باش نساعدوهم. ولكن ايضا اللي ما يحبش يفهم ذكر باللي بالنسبه للضمان الاجتماعي كنا نتكلموا على المكتسبات الاجتماعيه، يعني من المكتسبات الكبرى بالنسبه للجزائر. لازم ايضا كل انسان يعرف بلي لما يقدم الاشتراكات راح يغطي العائله نتاعو كل ذوي الحقوق. نعرفوا بلي ذوي الحقوق في الجزائر راهي واسعه وكبيره، مش ما تنحصرش يعني الا في الكونجوين، يعني الزوج ولا الزوجه، ولكن حتى من الاولاد، حتى من والدين الزوج والدين الزوجه، حتى من يعني جوسكو ثوازيام دوغري، يعني النساء يعني اللي يكون عنده اخته ولا عمته ولا خالته ولا بنت اخته، هذه كامل تدخل في التغطيه الا باشتراك واحد. يعني انسان اللي كيشوفوا كل التسهيلات هذه وكل تغطيه بطاقه الشفاء وكل ما يلي وما يمدش ما يقدمش اشتراكات، يعني على ليميت كريمينال على هذا الشيء اللي كان ايضا الرضع. وحنا الان رانا حتى 31 ديسمبر كاين التسهيلات هذه، ونطلب من كل يعني المشاهدين اللي يشوفونا يعني يجيو ويتقربوا منا حتى 31 ديسمبر باش يقدموا الاشتراكات تاعهم وكل التسهيلات. ولكن بعد ندخلوا ايضا في الميدان تاع الرضح، وهذه تدخل في لو كونترول. ونعرفوا باللي عاون لي زاجون دو كونترول يروحوا في الميدان، عندهم كل الاليات، باسكو لازم ثاني تكون عصرنا بالنسبه يعني بالتسيير، وعندهم الاليات اللازمه باش كل انسان يعني اللي ما جاش يقدم اشتراكات، اللي ما يحترمش القانون، احنا نطبقوا عليه القانون. نعم السيد ايت علي، نتكلموا على القرض السندي، نتكلموا على الامتثال الطوعي، كيف تقيمون العمليتين خاصه فيما يتعلق بالقرض السندي السيد ايت علي؟ الاخوه السلام عليكم، مساء الخير. فيما يخص القرض السندي، على كل حال المنطقه نتاعي يعني قلت عندها قريب سنه امام مدير العام للضرائب ومدراء البنوك العموميين، قلت ان القرض السندي هذا راح يستوعب الاموال الرسميه اللي كانت من قبل في المؤسسات العموميه والخاصه، اللي راهي في حد ذاتها عندها حسابات في البنوك. يعني اليوم وقيل لا بي اس عندنا 576 مليار دينار دخلت في اطار القرض السندي، ما يعادل 600 مليون. ال 576 مليار دينار في حد ذاتها كانت متواجدة يعني في الأسفير، هذه ريال في الأسفير أوفيسيال، يعني في الأموال متداولة رسميا، ما كانتش في السوق الموازية اللي كانت مستهدفة أصلا. نعم. اليوم الإشكالية اللي خلقت أنه بعض البنوك العمومية عندها إشكالية سيولة وعندها حتى إشكالية في الريزيرف نتاعها في حد ذاتها، يعني عندها نقص حتى القانون المالية ل 2017 راح يعني راح يفرض انه البنك المركزي راح يعطي لهم 43 مليار دينار لاعاده راس ماله يعني البنوك هذه. من المفروض كي تكون عندنا ديفيسيت بيجيتير، والوزير اللي كان من قبل السي بن خلفه ما قالش انه لتمويل العجز، قال لتمويل المشاريع. لا رانا نشوفوا في 30 جوان 2016 يعني الحوصله نتاع وزاره الماليه تقول انه 327 مليار دينار راحت مباشرة لتمويل العجز، عجز الميزانية. هذا الوزارة معترفة به. والشيء اللي بقى هذه 200 مليار اللي زادت دخلت راح تروح لتمويل العجز، هذا شيء مستحيل أنه التريزور بيبليك يعني الخزينة العمومية تمويل العجز الاقتصادية. هذا هو لب الإشكالية من السبعينات، أنه الخزينة العمومية دخلت في دواليب الاقتصاد تستوعب كل المداخيل اونامو وتحوس تصرفها وكل نافال. يعني الدوله في حد ذاتها ولات هي الاقتصاد، هي المستهلك، هي اللي يصرف عليها هو رب الدار. هذه الاشكاليه يلزم نخرجوا منها. هل يمكن اعاده النظر في القرض السندي؟ هل ترون انه سيكون هناك اعاده يعني نظر في القرض السندي؟ انا راني شايف انه استوعب اكبر عدد من الاموال اللي كان قادر يستوعبها، لان هي السيوله اللي كانت موجوده في البنوك العموميه. يعني اذا راهم يستناو انه هذا القرض السندي راح يجيب الاموال نتاع السوق الموازية، هذه شيء مستحيل. وأنا شخصيا أنا نقول شيء غير مستحب، لأنه الإشكالية وين راهي اليوم؟ أي دينار يدخل من السوق الرسمية أو الموازية لخزينة الدولة راح تعاود توزعوا على المواطنين وعلى الموظفين وعلى واش يصرى. الإشكالية اللي راح تصرى أنه الدينار هذا إلا كان نقولوا إنسان عنده 1000 مليار مخبيها علينا، مادام راهي مخبيها عنده تموت عنده دينار، سيدي الشيك أون دينار،
لو كان نحي والو ولا يحطها في البنك ولا حتى نتنحيها للخزينة العمومية واش يصرى؟ نقسموها على بعضنا؟ ما عندناش إمكانية خلق بها يعني إنتاج وطني، واش نديروا بها؟ روحوا بها مباشرة للميناء. لأنه يعني اليوم عندها إشكالية عجز. منين جاء العجز نتاعنا؟ ما جاش ميزانية تجهيز، جا ميزانية تسيير. رانا قلصنا ميزانية التجهيز ب 60% ومازال عندنا عجز تاع 12 مليار دولار. هذه في سنة 2016. ميزانية التسيير تروح يعني مباشرة للاستهلاك، استهلاك الخاص والاستهلاك العام. نعم. الموظف يروح يصرف في السوبيرات، السوبيرات تروح للسمار، السمار يروح للبور. نعم. وحنا عندنا إشكالية أخرى تاع احتياط الصرف. يعني من المفروض ما نقلبوش على لي دينار منا وما نخافوش على لي دوفيز من هيه. نعم. حد يخير واش يدي يعني. بما أنكم تكلموا على زامبو وعلى المالية، تفضل طالب معنا عنده سؤال في هذا الإطار، تفضل. شكرا. قدم نفسك وتفضل. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. طالب شعيبي مصطفى من جامعة البوليدة، متخصص في المحاسبة والجباية. بدي أطرح سؤال للسيد ممثل المديرية العامة للضرائب. يعني هو كان يتكلم وبعد الإطلاع، بعد ما اطلعت على قانون مشروع قانون المالية ل 2017، لاحظت أنه هناك توسع في مجال تطبيق الضريبة أو حتى في رفع بعض معدلات الضريبة. يعني هناك ارتفاع في معدلات الضريبة. في المقابل هو تكلم ممثل المديرية العامة للضرائب، قال أنه هناك امتيازات ممنوحة لبعض المستثمرين سواء في القطاع الصناعي أو القطاع السياحي أو القطاعات الأخرى. يعني هل يا ترى هل يعني الامتيازات التي منحت للمستثمرين على المدى الطويل أو على المدى القصير، يعني في يعني سواء على 3 سنوات أو أكثر، يعني هل هذا تم تعويضه بالمعدلات التي فرضت في مشروع قانون المالية 2017؟ تفضل. وشكرا. تفضل. شكرا. والله سؤال وجيه. نعم، مشروع قانون المالية لسنة 2017 نص على بعض، خاصة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة لتعرف ارتفاع بنقطتين، 7 يعود 9 و17 يعود 19. لازم نقول الحقائق ما دام نهضر الحقائق. نعم، تفضل. حاليا الدولة الجزائرية أو ميزانية الدولة في حاجة إلى مداخيل، ومن بين هذه المداخيل اللي تعتمد عليها الدولة هي رفع، لكن نقطتين لازم نقوله بلي نقطتين ماهوش رفع كبير بالنسبة للمداخيل. من حيث الرفع تكون ننتظر احنا 110 مليار دينار جزائري، من حيث رفع بنقطتين تاع الرسم على القيمة المضافة. ثانيا، لما نقول أن الرسم على القيمة المضافة سوف يعرف ارتفاع طفيف، لازم ناخذوه في الـ في الـ في الـ في المناخ العام، لان لما نقول سوف ترفع لازم نشير بان كل مواد ذات الاستهلاك الواسع تستفيد من دعم الدوله، وانها لا تخضع لاي معفيه من الرسم على القيمه المضافه، اي ان وايضا المواد الاخرى التي لا تستفيد من إعفاء ويكون عندها استعمال واسع هي تخضع للرسم، الرسم تاع 7% كانت تخضع للرسم على القيمة. هذا باش نعطوا الإطار الإجمالي لهذا الرفع. نعم. أولا فيما يتعلق بالاستثمارات، ثانيا يعني بالنسبة للاستثمارات. نعم، لما نقول استثمار لازم المرجع الأول هو القانون الجديد للاستثمار تاع 2016. نعم. لنص على امتيازات كبيرة لفائدة المستثمرين، بحيث الامتيازات نفرق في إطار القانون العام عندهم سواء في مرحلة تحضير الاستثمار أو استغلال الاستثمار. كذلك بالنسبة هناك امتيازات استثنائية خاصة لفائدة القطاعات الثلاثة اللي أشرنا إليها، هو القطاع الصناعي الفلاحي. نعم. والقطاع السياحي. ثم أن هناك امتيازات لفائدة كل استثمارات التي
تبرمج في المناطق الجنوبية ومناطق الهضاب العليا. بالإضافة ما لازمش ننسى أيضا بأن حتى الشباب المستثمر، إذا كنت شباب مستثمر القوانين الجبائية تمنح لك امتيازات 3 سنوات من الرسم على الربح أو الرسم على أو ضريبة على الربح أو الرسم على النشاط المهني. وفي حالة ما إذا تنشأ أكثر من 100 منصب شغل لمدة غير محددة في القانون أيضا يعطيك امتياز إضافي بسنتين. نعم. كل هذا يشير على أن الدولة تمنح امتيازات مهمة جدا لفائدة المستثمرين. نعم. سيد بوطالبي، هل بمثل هذه التحفيزات يمكن أن نجلب استثمارات، خاصة وأنكم تمثلوا مركز استثمارات عربي إفريقي؟ تفضل سيد بوطالبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكرك على الاستضافة. لا شكرا لك سيدي. النموذج الاقتصادي الجديد جاء يوضح للمستثمر أن الامتيازات الضريبية والامتيازات اللي هيستفاد منها هي أهم حاجة للانطلاق والإقلاع الاقتصادي الحقيقي. والنموذج الاقتصادي جاء فيه به من غلطوش روحنا نركز على 3 نقاط، نقول الفلاحة والسياحة والصناعة. جاء فيه حتى اقتصاد المعرفة اللي هي تنمية صحيح. الموارد البشرية اللي حث عليها رئيس الجمهورية منذ 2007 صحيح. وهي أهم شيء اللي رايحة تمد إقلاع اقتصادي حقيقي كما ذكروا كل إخوة ذهنية. نزع البيروقراطية بالتكوين، نزع البيروقراطية بتحسين المعرفة صحيح. فنشوفوا أنه أيضا في النموذج الاقتصادي الجديد جاء قطاع الخدمات مهم جدا صحيح. أنه نطور قطاع الخدمات، اللوجستيك، الصحة كما تفضل الإخوة كامل ذكروها، التأمين، البنوك، هذه كلها قطاع خدمات في النموذج الاقتصادي الجديد مذكورة. أيضا عندنا تجارة، نسمع كل الإخوة وحتى وسائل الإعلام تحدث على التصدير. التصدير ما يدخل للفلاحة على شيء آخر ويعود بدخل كبير للاقتصاد الوطني، بحيث أننا نستطيع دخول سوق إفريقي بسهولة جدا، ونستطيع أن نجد تنافسية كبيرة في الشرق الأوسط، يعني دول دبي، قطر، كذا. لذلك يجب علينا أن نستفيد من التحفيزات، ودائما نحن ربما كجمعية مهنية نطالب من الحكومة المرافقة أكثر للمصنعين والمنتجين والمرافقة للتصدير، لأنه بالتصدير يستطيع أن يحسن من قيمة المنتوج لدخوله للسوق العالمي. شكرا. نفتح المجال للطلبة يطرحوا بعض الأسئلة على الضيوف. تفضل الأخ وقدم نفسك وسؤالك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول تقي الدين، طالب علوم سياسية. نعم. سؤالي موجه إلى السيد الأمين العام للاتحاد، الأمين الوطني للاتحاد العام. الميكرو من فضلك. الميكرو. سؤالي هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة باختصار. باختصار إلى السيد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين. السيد الأمين العام، أنتم ترجعون تراجع الأمين الوطني، تفضل. السيد الأمين الوطني، أنتم ترجعون تراجع الأداء العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى التعددية النقابية. ألا يعتبر هذا التفسير هروبا إلى الأمام وتهربا من قول الحقيقة والاعتراف بالفشل في المحافظة على المكاسب التاريخية للاتحاد العمال للاتحاد العام للعمال الجزائريين؟ ثانيا السيد الأمين الوطني، من فضلك أسئلة اقتصادية يعني. نعم تفضل. راح يجاوبك على السؤال هذا، لكن دخلي في الجانب الاقتصادي. ثانيا يعني أنتم تقولون بأن الشباب العامل ممتنع أو متهرب من العمل النقابي، أليس تشبثكم بالمناصب وكل القوى هو السبب الرئيسي في ذلك؟ تفضل تفضل السيد اللي. أنتم تقولون بأن الشباب العامل ممتنع أو متهرب من العمل النقابي، قال لك لم تتركوا المجال للشباب لولوج المناصب. نعم. بالمناصب وبكل قوة هو السبب الرئيسي في ذلك. تفضل السيد تلي. تفضل. تفضل. والله بالنسبة للشباب احنا مقصرين. نعم. ولو ما يكونش تكامل الاتحاد العام ما يقدرش يدير وحده. لازم على الشباب هو اللي يشمر، مش الاتحاد العام اللي يجي، هو اللي يدخل في الاتحاد. وانت كطالب يعني في الحقيقه انت بعيد عن عالم الشغل. عالم الشغل عالم وحده، وبارك الله فيك يعني. يهتم يا هو يهتم بالجانب هذا.
نعم خليه يجاوبك خليه يجاوبك يا سي لغه الحطب خلاص ما كانش ارث وطني. الاتحاد العام ما هو ملك حتى تاع واحد، هو العمال جميعا، وكل من كان منخرط في الاتحاد العام الجزائريين له جميع الصفات نتاع لو ستاتي اللي ريغلومون انتيري دو لوجيتيا، هذا هو الحكم في وسط العمال. لكن يعني الاسئله نتاعك هي جيده، نتمنوك تحب تجي للاتحاد العام تفضل لما يبدا يشتغل السيد. لا احنا كاين برنامج كاين برنامج في الاتحاد العام مع الجزائريين، وهو خلق فرع للشباب، وهذا موجود حتى لو يكون بطال وهذا موجود على المستوى العالمي. يعني ان تهيئ الشباب وخاصه الشباب الجامعي انه يكون عنده نظره على لو مون دي ترافاي قبل ما يلحق ليه، لانه هو اللي راح يكسبه، هو اللي رايح ليه. وهو في نفس الوقت ان الشباب الغير العامل شغل واحد اللي يلعب واللي يتفرج، هو خارج الميدان يستطيع ان يعني ريغول او فيري اميزير خير من العامل اللي راه في الوسط، لان العامل واش يشوف المشاكل سور تيرا، بينما الواحد اللي خارج ما يشوفش غير المشاكل سير تيرا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ان الذهنيات اللي تحدث عن الجزائري مش حكومه مش الدوله، هو نقابه مثل النقابات. الان بالنسبه للقوانين المسيره لعالم الشغل ما كان، ما بقناش في الحزب الواحد والاتحاد الواحد، خلاص يفيني. الان حتى يعني الشباب له الحق، لانه ممكن عنده نظره لماذا الاتحاد ما يقدرش يكون قوي كما بكري، كان قوي بكري كان واحد، كان اتحاد واحد، كانت الناس كل مجموعه، بينما فرق تاسد كاين 60 نقابه معتمده. انت واحد منهم. لا يعني في الحقيقه انا نتمنى تحب ندير لكم موعد، نقبض الهاتف تاعك وندير لكم موعد مع الامين العام، وروح تشوف ما هو الاتحاد العام مع الجزائريين، وفي نفس الوقت مرحبا بكل الافكار على كل. وهما هنا، لا من فضلك دقيقه، من فضلك دقيقه فقط، هما اليوم موجودين معنا لطرح جميع الاسئله، ونحن هنا للاجابه لانهم طلبه. مد الميكرو من فضلك لطالب اخر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الميكرو من فضلك، الميكرو. اي تعلي. نعم. أستاذ، في بداية 2014، ميكرو من فضلك، في بداية 2014 كان عندنا يعني فترة ارتياح مالي، راحة مالية، كان البترول مرتفع يعني، وكانت الجزائر في راحة مالية كما نقولوا. ومن بعد في النصف الثاني من 2014، الميكرو من فضلك يا شباب، قدموا مليح. في النصف الثاني 2014 بدأت أسعار البترول تنخفض، ما سبب أزمة اقتصادية للجزائر. نعم. محافظ بنك الجزائر تدخل امام المجلس الشعبي الوطني في ديسمبر 2015. نعم. قال باللي راح نديروا يعني اجراءات يعني نتفاداو صدمات اقتصاديه في الفترات القادمه. هل هذه الاجراءات اللي قام بها يعني، هل فعلا قاموا باجراءات لتفادي الازمات، رغم ان في 2016 يعني مع مجرد بدايه الازمه يعني الجزائر دخلت في دوامة اقتصادية حقيقية يعني بدون. تفضل. شكرا. أولا فيما يخص يعني محافظ بنك الجزائر، هو يهتم يعني بالسياسة المالية للبلاد، مش السياسة الاقتصادية ولا سياسة الخزينة، ما هوش وزير مالية. والإجراءات الوحيدة اللي كان قادر يتخذها هي في الحقيقة كانت الحفاظ على قيمة الدينار أو الحفاظ على احتياطي الصرف، ولكن ما يتمشاوش هذا الاثنين. ويعني البنك المركزي بإعاز من الحكومة نظن أنهم فضلوا يعني يضغطوا على قيمة الدينار للاحتفاظ يعني أول نسبيا على احتياطي الصرف أولا، وثانيا يعني لاحتفاظ على موازين الخزينة العمومية، لأنه عندما تضغط على الدينار ب 40% تلقى يعني المداخيل البترولية، الجباية البترولية تزيد بنسبة 40%، والجباية تاع الموانئ يعني على السلع المستوردة ثاني تزيد بهذيك 40%، هو اللي يعني اللي يغطي في الحقيقة كما تفضل أخ تاع المديرية العامة للضرائب لما يقول اليوم يعني الجباية العادية طغات على الجباية البترولية. احنا الجباية العادية احنا عندنا 42% يجوا من الاستيراد، يجوا من الموانئ،
إلا زدنا في السلاح هذوك بالدينار تزيد الجباية العادية. هذه سياسة يعني نقدر نقولوا مالية وجبائية، ولكن تبعات نتاعها في الاقتصاد ماهيش إجراءات اقتصادية في حقيقة الأمر. لأنه لما تضغط على العملة المحلية، إذا كان عندك إنتاج محلي راك تبعته للتصدير يعني يعود تنافسي، ولكن إذا ما عندكش إنتاج محلي وما يحتاج استثمارات جديدة باش تبعث الإنتاج المحلي، الدينار اللي عندك هذاك ونقص له من القيمة 40% ما يعودش عنده نفس قوة يعني الاستثمار اللي كانت عنده من قبل. ورطك نقطة مهمة مشكل، يعني سمعت الأخ تألمت، والله صراحة تألمت. نعم. لما نسمع صح أمر نعتز به، نسمع وزير الأول دخل باش يجيب له رخصة. والله نعم. ورانا رايحين، وهذا كان فات معي في البلاطو، ورانا رايحين. كاين حاجة جديدة قلتيها أنت في سنة 2016 حضرتي على دستور جديد. الدستور الجديد هو يهضر على الديمقراطية التشاركية ويقدر على ذكر. أنت أعطيتيني فكرة، راح بكم ديروا مشروع منظمة الجزائرية حماية المستهلك تطلق مشروع دستور في كل إدارة. والله العظيم انا باش نروح للوزير الاول وراهم وراهم الوزاره وراهي الادارات. يعني امر نتعج كان مشكلته، كان مشكلته على المستوى المحلي. ورد انا نعطيك اكثر من هيك، انا الوزير الاول نبعث له يرد لي. كاين بعض الوزارات تبعث لها ما ترد ليش. نعم. شكرا. ما بقاليش الوقت في نهايه هذا البرنامج، ما بقاليش اسمح لي الوقت في نهايه هذا البرنامج. هل يمكن ان نقول اننا وفقنا لحد ما في طرح انشغالات المواطن والمؤسسة الاقتصادية، وشرحنا نوعا ما نموذج الاقتصادي الجديد خلال هذا البرنامج؟ تفضل سي علوان لك الكلمة. شكرا جزيلا. بطبيعة الحال حوار مثل هذا فيه كل الآراء، مختلف. نعم. الآراء. نعم. وهذا طبيعة البرنامج، بطبيعة يعني الحال لدفع الجزائر إلى الأمام، دفع الآلة الاقتصادية، الآلة الإنتاجية، حتى ما يبقاش إلا رأي واحد فقط. هذا الحوار هو اللي راح يخلي ربما يستفاد اللي قريب واللي بعيد، كل الجزائريين يستفادوا سواء كان مواطن أو كان مسؤول. لما يكون حوار بهذه الطريقة نشوف آخر لقاء فيه طلبة، فيه الناس مشتغلة في هذا بهذا اللقاء، وصدقيني أن المشاهدة بالنسبة لهذه الحصة هذه ربما لتتحره الفيد للجزائريين. وشكرا. نعم تفضل السيد زيتوني سأعطيك الكلمة. شكرا أخت وهدى. يعني سؤالك، هل الحصة نظن بلي الحصة هذه كمش كفكرة مش فقط باش نشكروا بعضنا، لأن في التلفزيون الجزائري تعودنا على أنه في سنوات ماضية توفا بيان مليحة، رأي واحد كذا. لكن الحصة حاليا بهذا الإخراج وبهذه الطريقة نظن أصبحت تواكب كل المراحل الاقتصادية وكل العمليات والتظاهرات الاقتصادية الوطنية والعالمية. نظن بلي هذا شيء إيجابي وإيجابي جدا. يبقى أنه النقاش ليكون لازم يكون تناقض في الأفكار للتقدم. نعم. وتحصيل أكثر فأكثر في الجانب الاقتصادي. وهذه طبيعة البرنامج. تفضل السيد اللي في هذا المجال. أنا قلت كلمة قبل وعودتي أنت طرحتيها، بأن هذا البرنامج نعم يفيد المواطن الجزائري وفيه تعددية، والحمد لله أنه كان تكريم لهذا البرنامج هذا في يعني في شخصك الكريم على كل. هذا ما وش يدل أنه صح فيه نقائص، ولكن لما تشوفي كل يعني كل الفاعلين يتكلموا بكل حرية في التلفاز الجزائرية، يعني فات الوقت هذاك نتاع خلاص واسمه لين دو كوندويت بيان ديتيرميني. الحمد لله تشوفي شباب يتكلم كيما يحب، يجي في وقت مش قال مبرمج جاء ويتكلم. نعم بكل حرية. وهذا انا كيما نشوف يعني يساهم في يعني في تنويع الاقتصاد، ويساهم ايضا في الذهاب الى الامام. نعم سي الالماس تفضل باختصار. لا انا باختصار في هذا الجانب. ما تقوليليش انا اشكرك. ما نقوليش تفضل. اشكرك الاخت وردة على اللي جبتي لنا الطلبه تاعنا. نعم. وهذاك الطالب دخل ذكر شيء مهم هو التشبيب. التشبيب ان شاء الله هذا الطالب هذا نشوفه في مكان الاخ في الاتحاد العام للعمال الجزائريين على قريبا ان شاء الله. ونروحوا يعني شوفي الكفاءات كاينه. يعني نظن بان اذا تعلموا ان نعمل كلنا مع بعض. صحيح. من اجل هدف واحد وهو تطوير الاقتصاد يعني الجزائري وتطوير الجزائر بصفه عامه. تفضل سي ناسي باختصار. والله حبيت نشكر الحصه اللي بها المستثمرين لقاو الضوء. شكرا. زون تروفي لا لوميير سا غراس لا تيليفيزيون الجزائريان.
ونزيد نضيف حاجة فقط بالنسبة للاستثمار، ونداء للحكومة أن تشوف لنا بنك خاص للاستثمار الفندقة السياحية والخدماتية. لما يكون عندنا البنك هذا راح دعم الاستثمارات السياحية إن شاء الله. تفضل سي عبد السلام باختصار. والله أنا رأيي شخصي في هذه الحصة، يعني أنا شخصيا قدرت نوصل لرسالتي كمستثمر الحمد لله، يعني نيابة عن الكثير ممكن من الشباب للحكومة، ووصلنا يعني الانشغالات كما قال السيد الكريم أنه السيد وزير الأول أعطى امتياز، لكن مش في متناول الجميع أنهم يتلقوا وزير الأول، ولا وزير الأول ما يقدرش يكون في كل يعني بغتو. على الأقل إحنا يعني قدرنا في كل منبر، على الأقل إحنا يعني قدرنا نوصلوا يعني الانشغالات والانشغالات المستثمرين من هذا المنبر، وإن شاء الله نتمنى أن نلقاو صدى من عند الحكومة ويتوفر مناخ مناسب للاستثمار وتتطور الجزائر إن شاء الله ونصبح من أكبر المصنعين إن شاء الله. سيد أيت عليه كلمة. والله كحصة يعني اقتصادية، حصة واسمها الحوار اقتصادي في حد ذاتها، يعني قدرتي باش تستوعب كل الآراء يعني والآراء المتضاربة، ولكن بصفة بناءة وبصفة يعني حوار حر وجاد من جميع الأطراف. شكرا. تفضل سي زبدي. تفضل. يعني لن أشكر الحصة ولكن سوف أسعى لدعم الحصة. احنا الحمد لله كل متعامل اقتصادي يجي للحصة هذه ويقول لي مشكل تاعو عشنا عدة مرات، والحمد لله احنا ماذا بينا هذ المتعاملين الاقتصاديين يردون الجميل. السنة الماضية كانت هنالك وعود، نتمنى لا 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 هم وفوا بكل وعود نتاعهم، وفوا بكل وعودهم، كل مستثمر اللي فاتوا من مروا من هنا وفوا بوعودهم. تفضل سي عمري باختصار. شكرا. سي علوان خليك في اخر المطاف. شكرا. في الحقيقه هو الحوار مثمر والحصه يعني مشكور على هذا هذا الجو هذا يا، وانا ثمن يعني كلمه قبيله تاع الاقتصاد المعرفه، وحنا بحضور الشباب والطلبه نحن يعني نرحبوا في قطاع الفلاحه ولا الصيد البحري والتنميه الريفيه باش نستقطبوا هذه الكفاءات العلميه باش يكون في ابتكارات وفي تحسين انظمه الانتاج وتكثيفها وتوسيعها، وخاصه نستقطبوا الشباب، خاصه الشباب المكون عنده دور يلعبوا في قضيه تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصه قضيه الامن الغذائي والتنويع الاقتصادي. شكرا. سي زبير باختصار ما بقاليش الوقت. لا يمكن تصور تنميه التطور السياحي بدون الصحافه وبدون الاعلام، فالاعلام يعني هو يعني سي ان بارتنير اسونسييل. في الحق ان هذه الحصه يعني حصه يعني اعطتنا صدى ايجابي، لان بعض المستثمرين يتابعوا الحصه، وكانت عندنا صدى يعني على مستوى الوزاره وين جاوا، يعني كان شغل يعني منبر تواصل ما بين الوزاره الوصيه والمستثمرين. شكرا. ونشكركم. سيد بن علي. شكرا. اولا لاحظت من خلال هذه الحصه ان هناك حوار حضاري بيتم على الكلمه، بحيث اننا راينا مختلف الاراء سواء كانوا خبراء طلبة طرحوا انشغالاتهم، وحتى الممثلين تاع الإدارات الجزائرية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذه الحصة أيضا رسلت رسالة إلى كل المختصين، كل المعنيين، كل الجزائريين بمحتوى بعض المفاهيم الاقتصادية سواء من حيث تصدير بعض أحكام تاع قانون المالية. نعم. وهذا نظن لازم نزيد ونشجعه، ويعطيك الصحة أنت كأخت وفك كإعلامية. شكرا. نشكره كثير. شكرا. على هذه الحصة. سيد عاشق باختصار. بالنسبة للحصة هذه نشوفوا بلي كل القطاعات يعني موجودة. نعم. موجودة. شفنا بلي بالنسبة لقطاعات الأدوية اللي شفناه اللي حقيقة حاليا متطور كثير في الجزائر، يا لانتيغراسيون غيالمون. نعم. واللي يعني حتى من الأسعار تاعهم نقصت يعني، ودي الحمد لله. أيضا على احنا نتبعوا كمسؤولين ونشوفوا النقايص نتاعنا، لما كاين مستثمرين ولا كاين الناس اللي يتكلموا يقولوا عام نقايص، كامل لله نصحوا احنا النقايص تاعنا ان شاء الله. شكرا. سيد بوطالبي باختصار ما بقاليش. نعم. الحصه كانت دائما رائده في تقديم المعلومه الصحيحه للمواطن واللي حاب يستثمر وللمسؤول، كما ذكر سي عاشق، باه كل واحد يصح المسار تاعو ياخذ المعلومه. ونشكرك شكر خاص لانه عندك حتى لاباج فيسبوك تدعمي بها، والان الاعلام اصبح مش السلطه الرابعه، ربما السلطه الثانيه اللي راه يقدم وراه يصنع المعجزات، لانه هو الوسيط ما بين المواطن والمحرك الحقيقي لعجله الاستثمار. شكرا. سيد علوان نشكرك فقط لانك
كنت معايا في البرنامج اللي تحصلت به على الجائزة جائزة أحسن حوار اقتصادي. ربما هذا نعم. الكلام اللي راح نقوله نعم أن فضل. الحصة الدليل تاعها كانت متعلقة بالدستور يعني. حتى أثمن ما قاله ممثل وزارة الفلاحة وكأنني أشوف الكابيتال انتليكتويال في هذه الحصة. دو المنافسة اللي جرت بين مختلف القنوات الخاصة الموجودة في الجزائر على ما أظن والمعلومة مؤكدة عندي أن الحصة هذه اللي تبتلها وردة عوفي كانت خذات الجائزة نعم. من بين كل القنوات. هذا دليل كبير أن هذه الحصة يعني مطلوبة من طرف المشاهد الجزائري وحتى المسؤولين يأخذونها بعين الاعتبار. وبفضلكم السيد علوان لأنكم كنتوا شاركتوا معي وبفضل كل المشاركين معنا في هذا البلاتو. نشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة وحضور هذا البلاتو. نشكر الطلبة على حضورهم وطرحهم للأسئلة. لن تكون هذه المرة الأخيرة بإذن الله. ستكون لنا فرص أخرى لحضور بلاتوهات معا. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي. هو آخر عدد لسنة 2016. نلتقي مطلع 2017. لكم تحيات الفريق الذي رافقني هنا بالاستوديو HD4. مخرج البرنامج ستودن بخوش. سكريبت نجمة بالبحري. الصحفية الدائمة أمل عوف. تحياتي الخالصة لكم. يمكنكم إعادة مشاهدة هذا البرنامج على موقع التلفزيون الجزائري untv.dz. أطيب المنى. كل عام وأنتم بألف ألف خير بحلول السنة الميلادية الجديدة. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.